أعلنت السلطات المصرية إلغاء حفل مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت اللي كان من المقرر إقامته في المنطقة السياحية الجيزة. وذكرت نقابة الموسيقيين في بيان لها أنها قررت إلغاء الترخيص الصادر لإقامة هذا النوع من الحفلات واللي كيتنافى مع ثقافة الشعب المصري. وبحسب البيان دائما، فبعد تداول صور ومعلومات عن طقوس غريبة للنجم اللي كان غادي يقوم بإحياء هذا الحفل واللي كيقدمها أثناء فقرات هذا الحفل، فإشارة منه إلى أنها طقوس وسلوكيات وصفت بأنها شيطانية. وعرفت الأيام الماضية حالة من الجدل والغضب بين المصريين بسبب الإعلان عن استضافة مغني الراب الأمريكي، وسط دعوات متزايدة لإلغاء الحفل بسبب المواقف دياله والطقوس الشيطانية اللي كيقوم بها خلال حفلاته. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.